الكلام ده لا ما يستاهلش. ده وجهة نظري. مين الناس بقى؟ يعني احنا دايما بنقول ان هم الناس بيفرضوا اللي ذوقهم رفضوا، على الناس. الناس اللي رفضوا انا ما ملك بتكلمش، الجيل، لا الناس اللي عملت في ملك الجيل في التحرير كده، ما هو ده ملك نجم الجيل الجيل، ولا نجم الجيل؟ نجم الجيل. لا فنجم انا الجيل ده واخد كام جايزة؟ كتير. أفريقيا كلها بتحبه. فأنت بتتكلمي في حاجات كلها، يعني الميوزك أورد اللي هم ليل نهار شغالين، يقول لك ميوزك أورد دي عبارة عن إيه؟ دي الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط. طيب عندك ريكورد يقول لك إن الراجل ده باع كام؟ أكيد عند المنتج، أنهي منتج؟ اللي منتج الألبوم أو السي دي اللي هتلاقيه باع عملوه. 15,000 عشان الضرايب. يعني كاتب في مبيعاته ان هو باع 15,000. اي كلام. أي فازاي يكون بايع اي كلام وياخد جايزه؟ لان هو ممكن يكون بايع اكتر من كده، لكن اللي بيتكتب اكيد مش هو الرقم الصحيح. الحقيقي. فانت بتدي الجايزه دي بناء على انهي؟ بره يقول لك ده باع 10 مليون. ليه؟ عشان دفع فلوس 10 مليون لجمعيه مؤلفين وملحنين مثلا، ال 4% مؤلف، فعنده ريكورد بيقول ان باع 10 مليون نسخه. لكن احنا عندنا في العالم العربي والشرق الاوسط مفيش حد عنده ريكورد الراجل ده باع كام. فالجائزه دي فده يبقى لهاش، بيشكك في لا مش بشكك، هو ده الطبيعي. ما انت لا هتلاقي انا الجائزه بعد ما خدها فلان وفلان بياخدها فلان وفلان بالظبط، بناء على المنتج، واحيانا بتلف تبقى عليهم بتقول بعد كده. لا بناء على المنتج، لا بناء مدى على المنتج قوه فعلا. المنتج في شراء هذه الجائزه واحيانا بيديها للنجم اللي هو دلوقتي موجود معاه في الشركه. بالظبط. لا انا كل ما كنت بقول لك مين الناس اللي، يعني لا حضرتك كنت بتقول ان هم فرضوا ذوق معين على الجمهور وقالوا الجمهور عايز كده، مين اللي فرضوا؟ هل بس الذوق المتردي ده بس من المنتجين؟ اقول لك حاجه، طبعا الفنان اللي بيختار ده عليه هو اللي في وش المدفع. فانك بتختاري هذا الشكل من الفن اللي هو المنتج عايزه، انك مش ممكن تكون انت مقتنعه بهذا الشكل من الفن الا اذا كان، وتلاقي في ناس اصواتها جميله قوي عملت اشكال من الغناء، انا وجهه نظري هو اعظم بكتير من هو يعمل هذا الشكل من الغناء. يعني انا صابر الرباعي انا بحبه جدا كصوت، فصابر الرباعي راجل صوته، الناس عرفت قيمه صوت صابر. انا اسمع صابر من قبل ما يشتهر وهو بيغني حاجات عبد الوهاب ونجاة الصغيره، شيء مبدع. طب لما غنى علي جرى مع اصاله فالناس عرفت صابر الرباعي، لكن سيدي منصور وبرشه برشه ده اقل امكانيات من صوت صابر، لكن ده الشكل المنتشر في القنوات الغنائيه. فهماني قصدي؟ ايوه فهمك. فانا شايف ان صابر لو يملك ان هو يختار، ما كانش هيملك ان هو، ما كانش يختار انه يظهر للناس بهذه الاغاني، كان يظهر بحاجات تانية كتير. انا وجهه نظري كده، مش عيبا في صابر، انا بحب صابر جدا. لكن هناك زي ما يكون هناك من يدفع فلوس ليخلي شكل الاغاني عباره عن العري والرقص والهيافه. يمكن كان هم فاكرين ان الهيافه دي اللي هتخلي الشباب ما يبقاش عنده الحماس. يعني هتلاقي الناس هم عاملينها من هم كانوا المبدأ متخيلين ده. كده، بس سبحانه وتعالى يعني عمل شيء عكسي تماما يعني. طيب انا عايزه اتكلم عن العظيم سيد درويش.